ويلكم ويلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انزلوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب هنكمل سلسلة ايرون كرافت الاسطورية يا شباب، ومعانا هنا قصي. انزلوا يا شباب اعملوا لايك واشتركوا في القناة، لو قناة قصي تحت في التعليقات، تحت في الوصف. انزلوا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس كده يا شباب، برضو هنا وهناك، عشان النهارده حلقة اسطورية يا شباب. ويلا بينا نبدأ. طبعا يا شباب زي ما انتوا شفتوا في الفيديو بتاع قصي، اخر فيديو اللي هو جاب لي هدية، بس انا ايه مش شفته، بس هو قدامي دلوقتي الهدية، هو قدامي هنا الهدية دلوقتي يا شباب. احنا ان شاء الله النهاردة هنفتحها مع بعض. من كل اعضاء السيرفر جات لي هدايا، من علاء ومن حمزة، وادي هدية قصي النهاردة يا شباب. وطبعا هفرجكم برضو، هاخدكم جولة في السيرفر بعد ما السيرفر اتعدل وبقى فيه حاجات اسطورية جدا يا شباب. فمش تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، ويلا بينا نفتح الهدية. طبعا يا شباب هدية حمزة كان فيها الاتنين دول اللي هم السيف والاكس الاسطوريين دول يا شباب، وكان فيهم حاجات تانية برضو، ولكن دول كانوا احسن حاجة. ويلا بينا نفتح. فيها ايه تتوقع؟ فيها ايه؟ هدية احلى. طب فيها ايه؟ اسطورية. هلا شوف اسطورية يعني اكسر. ماشي، واحد حلو، اتنين. استنوا، انا شفت ايه اللي موجود، بس في كانت في تطويرة. طبعا شباب دلوقتي بقى هنفتح، انا شفت ايه اللي موجود دلوقتي. يلا، واحد اتنين تلاتة. واو، دايموند، تمانية دايموند ومندنج. على فكرة المندنج ما بحبش استخدمه. واربعة وستين ستاك لحم. لما اجيب الاليترا هحط عليها المندنج. انا كده معايا تطويرتين مندنج يا شباب، زي ما انا قلت لكم هحط تطويره المندنج على الاكس الاسطوري اللي معايا على البيك اكس، والتطوير الثانيه دلوقتي يا شباب للالترا لو لقينا الترا لما نروح الاند وكده. هتيجي معايا الاند؟ ايه عشان هنروح الاند نقتل التنينة. سيب ده كده، سيبه، بس عاوزين بس نكسر البلوكات اللي في الارض دي. الله، مش تنسوا يا شباب تشتركوا في القناة وتحطوا لايك، وهتلاقوا قناة قصي تحت في التعليقات. ويلا بينا. طبعا احنا شفنا الهدية، الهدية دي هتتساب كده لغاية ما اكسرها. هاتلي بس ده، هاتلي البيرل، وريني بس كده هناك، دخلني هنا. طبعا شباب هفضي نفسي ونيجي هرجع لكم تاني عشان نحط التطويرة. مش هنحط بقى تطويرات بقى، احنا هفرجكم على السيرفر بعد ما اخلص. صح قصي؟ ولسه برضو لسه يا شباب هيتعدل اكتر مش كده بس. ويلا بينا. لسه اصلا كل اللي انتوا هتشوفوه ده يا شباب احنا لسه اصلا ما عملناش حاجه. دلوقتي بقى يا شباب هبدا افرجكم على الحاجات اللي عملناها في السيرفر. طبعا زي ما انتوا شايفين هو قصي لابس كل حاجه بالدايموند. يا ابني ما تخربش المنطقه، على فكره مش كده. شوف بقى اللي انت بتحطه ده غلط. بص بقى لما تيجي تخرب منطقه حد فعلا بتعمل ايه؟ معاك الديرت ومعاك كل حاجه، تعمل كده كده. ده ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذا المنطقه. انا ليه حاسس ان انا ملجلج او عندي لج؟ يلا يا شباب طبعا انتوا شفتوا دلوقتي ايه اللي حصل في السيرفر من جنب كده، بس من حتة لقطة. زي ما انتوا شايفين
السيرفر اتجدد تماما زي ما انتم شايفين، ما بقاش السيرفر ايرون كرافت، ده بقى توب كرافت او ستون كرافت يا شباب. زي ما انتم شايفين بقى كله بالستون، طرق والمحكمه اللي انا كل حلقه بوريها لكم اهي. انا مش عارف هما ليه الحراس دول مش بيمسكوا سيوف، او بص ما بيمسكوش سيوف مع ان هما كانوا بيمسكوا سيوف. اكسي زي ما انتم شايفين يا شباب هي دي كل المحكمه، تيجوا من هنا هي دي برضو الشكاوي اللي انا بوريها لكم كل حلقه. تيجوا بقى من هنا بقى ده محل قصي يا شباب، ايه رايكم في التصميم؟ ده اكس بيكسر بلوكه من الخشب، طبعا هو ده محل قصي بيبيع فيه خشب يا شباب اهو. وود شوب قصي اي كي باي هير، زي ما انتم شايفين بيبيع كل انواع الخشب، الخشب الاوك العادي، الخشب اللي هو البريش، والخشب الدارك اوك، والخشب السبروس، ولكن في نوعين بس من الخشب. حمزه طلع من السيرفر وقتها، حمزه راح كل غراضه، طلع من السيرفر ناوي كل غراضه ورجع. طبعا يا شباب هو دلوقتي بيبيع كل انواع الخشب، ولكن فاضل له نوعين بس، اللي هو الخشب اللي هو البرتقاني، خشب السافانا، والخشب الثاني اللي هو الخشب اللي هو الخشب الجنجل يا شباب. هما دول احنا اصلا مش قريب ولا مننا غابه سافانا ولا قريب مننا جنجل، وده محل حمزه شباب بيبيع فيه ساند وديرت زي ما انتم شايفين. الاستاكين ديرت بواحد دايموند، استاكين ساند بواحد دايموند برضو، وده مش عارف ده ايه. والله تصدق افتكرت فيه مودات، اصلا متعود على المودات اشيل التشيست واجري. كنت هشيله واجري. طبعا يا شباب بقى مش تنسوا تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. وشباب برضو احنا عملنا حاجه جديده في السيرفر عاوز اوريها لكم. ودلوقتي يا شباب انا قدامي حاجه اسطوريه جدا، حاجه هتساعدنا اللي احنا مثلا من منطقتي نروح منطقه حمزه، من منطقتي نروح منطقه قصي. طبعا قصي قدامي هو عمال يلف ويدور. هي الحاجه دي يا شباب، الحاجه دي تيليبورت، هاجي ادوس على الزرار ده، الباتون ده هيوديني المنطقه اللي هي اللوبي، او المكان اللي هو اللوبي بتاع ده مش لوبي اصلا، المكان دوت يا شباب، او مكان الرسبون، او مكان اللي هو المفروض كان لحمزه. هاجي ادوس تاني هوديني عند منطقه التليبورت. طبعا دي منطقه صلاح عضو جديد في السيرفر، ولو دوست على الزرار ده هيوديني منطقه علاء، لو دوست على الزرار ده منطقتي، الزرار ده منطقه حمزه. لسه ما عملش علم، ده علم فلسطين، ده علم العراق، نجمتين، سوريا، وده علم مصر. بس فين النسر؟ ما فيش نسر اصلا، حتى الجزائر ما في هلال، ما فيش هلال، ما فيش اصلا هلال، بس في هلال لو شكلهم حلو يعني. لون اعلام الاعضاء الموجوده في السيرفر. في صلاح ده من الجزائر، انا من مصر طبعا يا شباب. هو في حد من فلسطين؟ فانا من فلسطين بس من سوريا. انت عايش في سوريا يعني؟ ماشي. طبعا يا شباب فلسطين وسوريا اهم، مصر والجزائر اهم، وهنا برضو ده لو دوس ده هنا هيوديني منطقه قصي. هنا منطقه صلاح برضو لسه ما عملش علم، قصي وانا وعلاء بس اللي عملنا اعلام، بس علمك اسطوري. انت عملت الدايره دي ازاي؟ انا نفسي افهم. حلو يا شباب، ويلا بينا دلوقتي يا شباب افرجكم على منطقه قصي الجديده. يلا نروح. طبعا هي دي منطقه قصي الجديده، ده تشيست، تعالوا كده نخشوا. بعد ما ده مخزنه؟ ولا مرة اجيت لهون انت بعد ما نقلت منطقتك. ده دي لسه شباب اول مرة ورحت معاه في التصوير. طبعا ده المخزن بتاعه على شكل تشيست. شباب مش تنسوا تحطوا لايك وكمان تشتركوا في القناة. ايه؟ دي غرفة المخزن. هارد بالاندرتيل.
طبعا شباب، وده ايه ده؟ ده صندوق الدرت. طبعا شباب، ده صندوق الدرت. وهتيجوا هنا، ده ايه ده؟ ده بيته القديم. لكن بقى ده البيت الجديد الاسطوري يا شباب اهو. انت تعرف حد اسمه بوليسمان؟ مين كان مين؟ اصل انا شفته في السينما. راجل الشرطة. راجل الشرطة اللي بيشتغل بالمحكمة. طب هو بقى كان مين اصلا؟ انا وعلاء. انت وعلاء؟ ماشي. طبعا يا شباب، هو ده بيته القديم. ايه يا شباب الصوت ده؟ انزلوا حطوا لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، ويلا بينا نروح على المنطقه الثانيه. طبعا التليبورت اهو. دلوقتي يا شباب قدامكم منطقه سبونش اهي، منطقه سبونش او سبون 9. سبون 9 منطقه سايرن جيمز جيمر. سايرن جيمر سايرن جيمر الكلمه اللي هو قرفني بيها، يعني ما كنتش عارف معناها ايه اصلا. يلا يا شباب دلوقتي نخش. ودخلنا منطقه حمزه. طبعا حمزه لسه جديد. ايه ده؟ دي الهديه بتاعت قصي اي كي، عيد مبارك. طبعا يا شباب دي من جوه، يعني هو عملها مخزن، يعني هو كانت هديه بس هو عملها مخزن. طبعا هي منطقه جديده، يعني مش فيها اي بيوت زي ما انتم شايفين، ما فيهاش غير حبه ديرت وسند. ناحيه الصحراء، انه ما في صحراء بالمنطقه. تصدق حلو اللي هو في الصحراء، قريب منه السافانا. قريب منه السافانا. السافانا. تعال لا اقرب لك ارنا. هجيبك بنعناع. انت مش هتجري مني. نعناع هجيبك. ايه ده؟ تعالوا يا شباب، انتوا قلتولي سمي البيك اكس كسار فسميته كسار. اما البو مش معايا ليفل. يعني انتوا فاكرين الحلقه اللي فاتت اللي احنا يا عم ارمي ده، اللي احنا جبنا فيها الليفلات؟ طبعا كل الليفل راح لان انا مت 500 مليار الف مره. فاحنا ان شاء الله هنبقى نعمل مزرعه اكس بي هنا. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ شكرا. طيب. وطبعا يا شباب دلوقتي دي منطقة حمزة. هنروح دلوقتي على منطقة مين؟ على اخر منطقة. هو فضل منطقة مين؟ منطقة علاء يا شباب ومنطقة صلاح. طبعا يا شباب هي دي. طبعا يا شباب هي دي زي ما انتم شايفين منطقة علاء، ولكن عليها غزو من الكرويين الاشرار. فاحنا هنحارب كرويين اشرار لو لقيناهم، بس ان شاء الله مش نلاقيهم عشان رخمين يا شباب جدا. مت منهم 15 مليار الف مرة زي ما انتم شايفين. هي دي منطقة علاء. يعني هو اكتر واحد باني مناطق ومنطقته فيها كمية لك كبيرة جدا. طبعا دي مزارع، يعني دي مزارع. ايه فراخ شباب؟ انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة. حلو جدا. شكرا. هاخد منهم 16. ما هذا؟ شباب ابعد عن المنطقة دي، صوتها عالي جدا. طبعا شباب وهي دي هدية علاء. علاء هدية قصي علاء. اشوفها ولا هو اصلا ما اشوفها. نفس هديتي. ماشي. شباب اصلا هو علاء ما عندوش قناة. ده المخزن بتاعه. تعالوا بقى اوريكم المخزن. بصوا بس، بصوا المكان عامل ازاي.
يعني انا مش عارف هو ده بيقعد بالسنين في السيرفر ولا انا مش فاهم حرفيا. لو بيقعد تستغلب مايك دروب كان طلعت. انا شباب بقالي كتير قوي ما دخلتش اصلا المي السيرفر اصلا، على طول كنت بخش كتير قوي سيرفر ارت كرافت عشان اصور لكم المباني وكده. يعني هي مباني اسطوريه وجميله اللي انا ببنيها يا شباب، يمكن تعملوها في السرفايفل. طبعا اللي هناك ده بيت صيني، طبعا هو كل المباني صينيه بالاساس، ولكن تقريبا هو لسه مش بنى بيت. تخيلوا كل ده لسه مش بنى بيت، ويمكن يكون هو ده البيت بتاعه يا شباب. يمكن يكون هو ده البيت بتاعه، فانزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. وده الدور الثاني، وفاضل لنا اخر منطقه واللي هي منطقه صلاح. ويلا لحظة عشان انا هتشل. لحظة لا بصور بس تطلع كده فوق. هو لحق يروح معبد المية يا شباب؟ لحق يروح معبد المية؟ مش بقول لكم بيقعد في السيرفر بالسنين؟ ما هذا ايه ده يا شباب؟ هو لحق يروح معبد الميه؟ لا معبد الميه، معبد الصحراء ما لقيناه احنا. ده احنا لسه اصلا ما رحناش معبد الصحراء. هو لحق يروح معبد الميه؟ طب احنا كده افرض لقينا معبد الاول ام جي، افرض احنا كده رحنا معبد الميه وما لقيناهوش، نعمل احنا ايه بقى؟ نموته؟ نطرده من السيرفر؟ يلا فاضل لنا اخر منطقه. انا هاخد منه. يلا فاضل لنا اخر منطقه دلوقتي يا شباب. قدامنا منطقه صلاح الاسطوريه اللي انا مش عارفها ايه هي اصلا. تعالوا كده نروح نشوفها. طبعا صلاح ده سيرفر، ده عضو جديد في السيرفر. هو عضو جديد في السيرفر يا شباب، يعني شخصيته كلها طبيعيه جدا، عنده دروع من الجلد، وعنده طبعا هو مش بيدخل عشان عنده مشكله في السيرفر. انت حاطط مود معاك صاي؟ حاطط مد؟ لا انت مش حاطط مد. اصل انا عندي مشغل الدايموند لايت، لما بمسك اي حاجه فيها اضاءه بتنور لي المكان. فشباب ده من الاوبتيفاين. فشباب بقى مش تنسوا تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. طبعا هي دي صناديق، وصناديق طبيعيه جدا. وات جديد عنده توت، اخذنا عنده لك زرع هناك. فين زرعه؟ تصدق وقف مش تتحرك يا حبيبي. انت تعرف انت لو وقفت فيها ثابت مش هتعملك حاجه، لكن لو اتحركت هتعملك، لو اتحركت هتزعلك بمعنى اصح. بمعنى اصح لو اتحركت يا شباب فيها هتزعلك جامد يعني. فهو هتتحرك لو انت مثلا داخل في حظيره من التوت، او حديقه من التوت، او اي حاجه فيها توت كده، اوعى تتحرك. يعني مثلا بص النوب بقى بيعمل ايه، النوب بيبقى كده داخل لقى التوت، اطلع بس من التوت، اطلع بص بيبقى كده ماشي. بص بقى شباب بيعمل ايه، يعمل كده ياه، وفي الاخر يقول ايه اللي موتني. انا هموت بجد. يا شباب حط لايك واشتركوا في القناه. ودلوقتي يلا نرجع منطقتنا. يلا يا شباب كل بس التوت كده، انا لو لقيت ثعلب هاكله التوت ده على طول. يلا ايه ده، سلام عليكم يا عم الزومبي. ثانيه يا شباب، ثانيه خش هنا. فين 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 منطقتي بسرعه، منطقتي خش منطقتي بسرعة.
وبس يا شباب، دي نهاية المقطع. فاللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك شير سبسكرايب، وينزل يشترك في قناة كوساي، قناته تحت في الوصف، ينزلوا يشتركوا فيها ويعملوا لايكات كده على الفيديو ده وعلى الفيديو اللي هناك اللي لسه هينزل جديد. ايه ده؟ طب تعمل ايه؟ ايه؟ بص وراك بص يا شباب، الحركة الجامدة الأسطورية دي. لا استنوا برضو. حد شاف حاجة يا شباب؟ أنا يلا يا شباب، يلا بقى عشان هننهي المقطع. انت كنت بتديهم ديرت صح؟ لا احنا عارفين. طب هم عملوا لايك هتعمل ايه؟ تديهم دايموند؟ هتديهم دايموند؟ اي دايموند. الله يا شباب، شوفوا بقى، لو انتوا بقى عملتوا اشتراك واشتركتوا في القناة وفعلتوا زر الجرس ورحتوا هناك عملتوا اشتراك وعملتوا لايك على اخر فيديو، هيجيلكوا الدروع اللي هناك دي في ماينكرافت يا شباب، وببلاش كده، بس ببلاش. ولو عملت لايك برضو، لو عملت لايك صوت اللايك اتغير، دوس عليه هيتحول للون الازرق كده يا شباب، او اللون الموف، هيتحول للون الموف. دوس عليه هيتحول للون الموف، وهيظهر صوت كده غريب عجيب مريب. وبس دي نهايه المقطع. فاللي عجبه المقطع مش ينسى يعمل لايك شير سبسكرايب، وبس سلام.